الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة لمساعدة الأطباء في تشخيص السرطان بشكل مبكر، بل هو شريك فعال في تطوير علاجات جديدة ومبتكرة لمواجهة الفيروسات والبكتيريا. فبفضل قدراته التحليلية العالية، يستطيع الـ AI استخلاص المعلومات الضرورية من مجموعة بيانات ضخمة تتعلق بخصائص وآلية عمل المضادات الحيوية، وبناء على ذلك يقوم بتصميم تركيبة جزيئية لهزيمة البكتيريا المستهدفة والتنبؤ بفعاليتها وسلامتها وتأثيرها على الجسم باستخدام نماذج التعلم العميق التي تساعد على فهم بنية وتفاعلات الأجسام المضادة وتحسين خصائصها وتوافقها مع الجهاز المناعي، مما يسهم في التقليل من احتمال حدوث مقاومة للبكتيريا للمضادات الحيوية أو عدوى خطيرة أو قاتلة نتيجة لها. فهل سيحدث للـ AI ثورة في مجال الطب والصحة؟ للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.